بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نبارك للأمة الإسلامية جمعاء وعلى رأسها مراجع الدين العظام حلول شهر ذي الحجة المعظم المبارك، الشهر الذي تقع فيه أعظم عبادة دعا الله سبحانه وتعالى دعانا فيها إليه مع الاستطاعة بنص الآية الشريفة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وطبعا في شهر ذي الحجة، وكما بناء على توصيف العلماء الأجلاء، أن أيام الله هي في شهر ذي الحجة، أن أيام الحج هي أيام الله. وفي هذا الشهر المعظم الذي هو من أشهر الحرم يقع يوم عظيم وكبير جدا مكانة وقدرا عند المولى الجليل سبحانه وتعالى، وهو يوم عرفة. طبعا سمي يوم عرفة بهذا الاسم، في الواقع هناك آراء متعددة لماذا سمي يوم عرفة بيوم عرفة. طبعا من جملة الآراء سأذكر بعض الآراء. من جملة هذه الآراء أنه اليوم الذي اعترف نبي الله آدم على نبينا وآله وعليه آلاف التحية والسلام، اعترف بذنبه، أو اليوم الذي فيه يتعارف المؤمنون فيما بينهم. طبعا أنا في الواقع لدي وقفة قبل لا أسترسل فيما يتعلق بأعمال يوم عرفة، أنه على هذا التفسير أن يوم عرفة هو اليوم الذي اعترف فيه نبي الله آدم على نبينا وآله وعليه آلاف التحية والسلام، اعترف بذنبه، لابد أن نقف متأملين ومفسرين أن كقاعدة كل ما ينسب من الذنب أو المعصية للأنبياء والرسل والأوصياء في الكتاب الحكيم هو محمول على نحو ترك الأولى، وليس الذنب الذي هو الذنب الاصطلاحي. بمعنى هذا يحتاج إلى تفسير. سورة الفتح، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الخطاب موجه إلى نبينا النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إنا فتحنا، إشارة إلى فتح مكة. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هنا بصريح العبارة نسبة الذنب إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. لا بد من تأويل. لماذا؟ لأن هذا في الواقع يصطدم مع قاعدة عقائدية نحن نؤمن بها، نحن أتباع مذهب أهل البيت. نسبة الذنب أو المعصية الذين قد إلى الأنبياء والرسل الذين قد نزههم الله، هم معصومون من ارتكاب المعاصي، وهذا في الواقع منصوص عليه في القرآن الكريم. إذن كيف نوجه هذه الآية الشريفة؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفرك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. طبعا في سبيل تفسير هذا الموضوع نقول هناك نوعان من الذنب: الذنب الاصطلاحي والذنب الاعتقادي. الذنب الاصطلاحي هو ما متعارف عليه، أن الإنسان والعياذ بالله عاذنا الله وإياكم ارتكاب معاصي، يرتكب معصية، يرتكب الذنوب التي أمر الله سبحانه وتعالى بتركها، كالكذب، كالنميمة، يعني الغش، وهكذا إلى آخر الذنوب، قطيعة الرحم. هذه طبعا الأنبياء والرسل قد نزهوا عنها، فنقول ابتداء أن هذا ما يسمى بالذنب الإصطلاحي. الذنب الاعتقادي، الذنب الاعتقادي أن قريش، باعتبار أن أتحدث عن الآية الشريفة، أول آية سورة الفتح، قريش، النبي الأكرم، نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم نال من قريش، نال من آلهة قريش. هناك مئات الأصنام كانت تعبد عند الكعبة المعظمة، النبي الأكرم سفه آلهتهم، فكأن قريش
كانت لديها ما تعتبره ذنبا عن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، وهو الاعتقاد، ذنب الاعتقادي. أما النبي الأكرم منزه وهو أشرف الأنبياء والرسل. هذه نقطة مهمة جدا، باعتبار نحن نتحدث عن يوم عرفة، ويوم عرفة هو يوم انقطاع على الله سبحانه وتعالى، ويوم ذكرت أنه سمي بيوم عرفة لأن فيه اعترف أبونا آدم بذنب، يقول ذنب يعني ترك الأولى، وليس الذنب الاصطلاح الذي لعله يعني راسخ في أذهاننا. فإذا إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم. يا رسول الله، أن الذنب الذي نسبته إليك قريش أنت الآن بمأمن منه، والذي كانت أن النبي لما نال من آلهة قريش فاعتبرته ذنبا نسبته النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. فالمولى الجليل يطمئن النبي الأكرم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. وما هنا الذنب الاعتقادي، الذنب الاعتقادي وليس الذنب الاصطلاحي. طيب نرجع إلى يوم عرفة. طبعا أنا سأقف مع الروايات في سبيل أكون لا أجاف الواقع، وأكون دقيقا بطرح الروايات المتعلقة بهذا اليوم العظيم. طبعا هناك ندب من الشارع المقدس، دعوة من الشارع المقدس في أننا ننقطع في هذا اليوم إلى الله وندعوه بفنون الدعوات. وفي الواقع أنا استعنت بواحدة من المصنفات التي يعتبرها في الواقع مصنف فريد في لطائفي وفي طروحاتي، وهو هذا موجود طبعا في العتبة المقدسة، وهو كتاب منية الراغبين في زيارة الإمام الحسين وأخيه بالفضل العباس عليهم السلام للأستاذ الفاضل الشيخ رافد الفتاح. طبعا عرفة ليلة، هناك يعني الله سبحانه وتعالى ندبنا في أن تكون الدعوات من ليلة عرفة إلى يوم عرفة، من ليلة 9 من ذي الحجة إلى يوم ما قبل غروب يوم 9 من ذي الحجة. فقال الليلة 9 من ذي الحجة ليلة مباركة، وهي ليلة مناجات قاضي الحاجات أي المولى الجليل سبحانه وتعالى، والتوبة فيها مقبولة. يذكر الشيخ الفاضل الشيخ رابط الفتال أن التوبة في هذه الليلة مقبولة، والدعاء فيها مستجاب، وللعامل فيها بطاعة الله أجر 70 و100 سنة، وفيها عدة أعمال. ثم يسترسل الشيخ ويتحدث عن أيام يوم عرفة، وهو اليوم 9 من ذي الحجة. قال هو يوم عرفة وهو عيد من الأعياد العظيمة، وإن لم يسمى عيدا، وإن كان لم يسمى عيدا لكنه عيد بالنسبة للمؤمنين والمسلمين. هو يوم، هاي مهمة جدا هاي العبارة، وهو يوم دعا الله عباده فيه إلى طاعته وعبادته، وبسط لهم موائد إحسانه وجوده، والشيطان فيه ذليل حقير طريد غضبان أكثر من أي وقت سواه. وروي أن الإمام زين العابدين عليه السلام سمع في يوم عرفة سائلا يسأل الناس، يستعطي الناس، يستعطي الناس، فقال له: ويلك، أتسأل غير الله في هذا اليوم؟ إشارة إلى يوم عرفة. الإمام زين العابدين كأنه يعترض على هذا السائل ويقول له: أتسأل غير الله في هذا اليوم؟ وهو يوم يرجى فيه للأجنة، وهو يوم، التفت أخواني إلى عظمة هذا الحديث، وهو يوم يرجى فيه للأجنة في الأرحام أن يعمها فضل الله تعالى فتسعد. ثم ذكر أنه من أعمال هذا اليوم، وفقنا الله إن شاء الله والمؤمنين والمؤمنات بإذن الله تعالى لزيارة الحسين عليه السلام في 9 من ذي الحجة، وهي زيارة مخصوصة لسيد الشهداء سلام الله عليه. طبعا تعلمون أيها الأخوة معنى الزيارة المخصوصة، أن إماما زار الحسين في هذا اليوم، هذا معنى الزيارة المخصوصة. فيذكر يقول: من أعمال هذا اليوم يوم عرفة زيارة الحسين عليه السلام، فإنها تعدل 1000 حجة و1000 عمرة. التفتوا أيها الأخوة للثواب العظيم للكون عند الحسين في 9 من ذي الحجة يوم عرفة، زيارة الحسين عليه السلام فإنها تعدل 1000 حجة و1000 عمرة و1000 جهاد بل تفوقها. والأحاديث في كثرة فضل زيارته عليه السلام في هذا اليوم متواترة، ومن وفق فيه لزيارته عليه السلام والحضور تحت قبته المقدسة فهو لايق الأجر عمن حضر عرفات بل يفوقه.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أولئك الذين يوفقون إن شاء الله لأداء الأعمال المنصوص عليها في يوم عرفة إن شاء الله التاسع من الحجة. ونسأل الله سبحانه وتعالى بحق هذا اليوم العظيم المبارك أن يزيل هذه الغمة عن هذه الأمة، وأن يجري هذا البلاء والداء الذي حل بساحتنا إن شاء الله. إنه نعم المولى ونعم المجيب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.